السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين ومشاهدين فريق صوت صحن للإعلام ومتابعين قناتنا اليوتيوبية. اليوم بإذن الله سنقدم لكم هذا التقرير المبسط عن استعدادات قرية مخيليف لاحتضان العرس الجماعي 17 الذي سيقام هنا على ملعب مخيليف الثقافي الرياضي بإذن الله. تابعونا لنطلع على آخر الاستعدادات فابقوا معنا. رئيس لجنة العرس الجماعي في بلدة مخيليف العرس الجماعي 17 تطلعنا على آخر استعدادات القرية لهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بكم أيها الأخوة في عرس مخيليف 17. طبعا بدأت يعني استعدادات فريق مخيليف أو اللجنة المشرفة على العرس الجماعي في فريق مخيليف منذ شهر يناير الماضي باجتماعات موسعة للجنة الاستشارية للعرس الجماعي في قرية مخيليف، ثم أيضا تسجيل أو تشكيل اللجان الرئيسية للعرس الجماعي. طبعا مجموعة كبيرة من اللجان تشتغل في هذا العرس، لجنة الاستقبال عندنا، لجنة الربط عندنا، لجنة أخرى للمطبخ والضيافة عندنا، لجنة أخرى للإعلام، وعندنا لجنان أخرى في العرس الجماعي. طبعا هذا العرس هو العرس 17 لمخيليف، الحمد لله يعني يحظى هذا العرس بشعبية كبيرة من خلال الأعراس الجماعية في محافظة شمال باتنة. نتمنى إن شاء الله أن نوفق إن شاء الله في إخراج أو في الإخراج الجيد لهذا العرس. عضو لجنة الإشراف العام تكلمنا عن آخر استعدادات قرية مخيليف لاحتضان العرس الجماعي 17. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين أجمعين. حقيقة لكم جزيل الشكر على وصولكم معنا يعني لتغطية الاستعدادات قرية مخيليف لاستضافة العرس الجماعي 17. والله الحمد كما ذكر الأخ أستاذ حمد الفزاري، الاستعدادات بدأت من شهر يناير 2017 بعدة يعني اجتماعات ولقاءات، والحمد لله رب العالمين يعني العد التنازلي بدأ، وننتظر يوم 7/7 احتضان العرس 17. الاستعدادات الحمد لله رب العالمين يعني تقريبا اكتملت يعني من الجانب الإعلامي، أيضا اللجان المنظمة، اللجان المشرفة على العرس الجماعي، من لجان استقبال، من لجان إشراف على المربعات، من لجنة إعلامية، من طبعا تنسيق مع لجنة الفنون الشعبية، لجنة مخيليف الفنون الشعبية بتكون إن شاء الله حاضرة لاحتضان هذا العرس. أيضا فيه رعاة لهذا العرس يعني إن شاء الله يكونون في حلوى عمانية بتقدم في هذا العرس، أيضا في بعض اللي هو طبعا دعم من بعض الشركات اللي موجودة هنا مثل إسماعيل هايبر ماركت يعني مقدم الماي وبعض الأشياء اللي هي تتعلق بالعرس.
هذا مجمل الاستعدادات، والشباب جاهزين والمعارس جاهزين ان شاء الله تعالى. ونشكركم جزيل الشكر يعني على تغطية الاستعدادات هذه، وننتظركم ان شاء الله في يوم العرس باذن الله تعالى. ان شاء الله. ابو سعيد، ايش المميز بالضبط في هذا العرس لهذا العام، العرس 17؟ والله يعني من اكثر الاشياء المميزه طبعا لجنه مخيليف للفنون الشعبيه، يعني هم بيكونون حاضرين يعني للجانب اللي هو طبعا الفني في 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 يوم العرس يعني، وتقديم طبعا اللي هو الرزحه العمانيه. ايضا كما ذكرت يعني السنه الاضافه طبعا عندنا بيكون حلوى موجوده ان شاء الله عمانيه للضيوف، واكثر ايضا بيكون في عرض مرئي يشمل العراسات السابقه والعرس الحالي، بيكون في حتى عرض يعني مثل ما تقول حي، بث حي موجود من اللي هو في وقت العرس يعني. والاخوه في الجانب الاعلامي حقيقه يعني من كذا شهر يستعدون لتغطيه الحدث هذا يعني. ما شاء الله، عرض مباشر حي للعرس الحالي في, في, في نفس الوقت. نعم، هذا بيكون في نفس اللي هو العرس في يوم العرس يعني. هذا طبعا بيتخلله يعني لقطات من الأعراس السابقة، وأيضا لقطات من العرس اللي هو الحالي يعني اللي موجود اللي بيكون يقام. ما شاء الله. بس أريد أن أعرف سالفة المربعات هذه اللي عندك، أنا ما فهمت. طبعا يعني علشان انك انت يعني تنجح في تنظيم عرس بزخم يعني، عرس نحن يعني جزاهم الله خير الضيوف يعني ما شاء الله بالالاف يعني يكونون متواجدين في يوم العرس، هذا يحتاج له طبعا تنظيم للعملية كلها. التنظيم يبدأ طبعا في تقسيم الملعب إلى مربعات ثلاثة يعني. المربعات هذه طبعا كل مربع له إدارته تشرف عليه من لجان استقبال، من إشراف على الـ على الـ على الضيوف، جانب التغذية أيضا بيكون لهم فريق إمداد من المطبخ للمربع هذا، وما يتداخل إدارة مربع مع مربع آخر، كل مربع طبعا يعني له إدارته المستقلة. ايضا فريق تنظيف مختص بكل مربع يتكون من 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 عماله يعني مستاجره مع مشرفين من الشباب. الشيء الوحيد اللي هو فقط يمكن يكون يعني مستاجر العماله هذه، اما جميع يعني العاملين في يوم العرس حقيقه كلمه شكر يعني توجه لاهل البلد باكملهم يعني، يعني يمكن يوصل اطقم عدد افراد اطقم اللي هو لجان العرس اكثر من 350 فرد يشتغلون في يوم العرس كلهم حسب اختصاصه يعني، وهذا يعني جهد يعني يحتاج له إدارة مثل ما أقول محكمة، وما مقصرين صراحة الشباب كل حد بدوره إلى ما ينتهي من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء. لما تمر هنا على الساعة 10 ما تقول هذا يقيم فيه يعني مثل ما يقول حدث بعرس جماعي مثل مخيليف يعني. الحمد لله رب العالمين. أخيرا أستاذي نسألكم عن الهدف من إنشاء هذا العرس، العرس الجماعي منذ 2004 تقريبا وإلى الآن هذا العرس 17 في مخيليف، الهدف من إنشاء هذه التظاهرة الاجتماعية. والله هذه يعني الأصل فيها يعني تظاهرة للمجتمع كله يعني خدمة للشباب يعني يحبون يعني مثل ما تقول يفرحون بين أهلهم وبين جماعتهم طبعا بمبلغ رمزي. تتكلم لو الواحد يقيم للعرس بنفسه يعني يكلفه آلاف، لكن نحن طبعا عرسنا يعني 350 ريال مبلغ رمزي يقيم يدفعه طبعا العريس، وإذا اثنين من أخوة طبعا يخفض لهم إلى 300 ريال. بالإضافة طبعا تكملة المبلغ جزاهم الله خير أهل البلد حقيقة يعني قائمين على تغطية طبعا نفقات العرس بأكمله يعني من الألف للياء يعني. ما شاء الله، تكافل اجتماعي وعمل تطوعي ما شاء الله. لله الحمد يعني، وهذا يعني يشكر عليه أهل مخيليف شباب وشيب يعني مثل ما تقول يعني من كل قبائل وأطياف يعني مجتمع مخيليف. كلمة أخيرة أستاذ محمد. لكم جزيل الشكر، ونتمنى نشوفكم إن شاء الله معنا يوم العرس بإذن الله تعالى، وأنتم أول مدعوين إن شاء الله تعالى.
الأستاذ سليمان العالي رئيس لجنة المربعات، تكلمنا عن استعداداتكم للمدارس إن شاء الله. حياكم الله. طبعاً إحنا يعني مهمتنا نكون يعني في استقبال الضيوف، من استقبالهم نكون هناك يعني مدهم بالتغذية أو وفرهم التغذية مثل ما تقول، لحد ما ينصرفوا الضيوف يعني ونودعهم يعني ونغطي جميع الحاجات يعني. في لجنة إشراف لكل مربع ولا يعني مثلا اللجنة كامل تشرف على المربعات الثلاث؟ هو طبعا معنا ثلاث مربعات، لكل مربع بيكون فيها تقريبا شخصين هم المسؤولين عن المربعات، وكل مربع مسؤول عن مربع يعني كذا يعني. 7/7/2017 إن شاء الله 21 عريسا راح يكون متواجدين ان شاء الله في العرس الجماعي 17 في بلدة مخيليف باذن الله. ما يميز العرس لجنة المربعات وتقسيمة المربعات في الملعب، وما يميز العرس ايضا الحي المباشر النقل المباشر للعرس اثناء العرس باذن الله. قدمنا لكم هذه التغطية لاستعدادات قرية مخيليف لاحتضانها العرس 17. تحياتي وتحيات طاقم العمل في فريق صوت صحن للإعلان.